نحن بداخل إخواني تحية نضالية اليوم فاتح ماي، نحن بداخل مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعرائش. نعم تعلمون أن المنع منعنا والمنع كتابي، والمنع كتابي ومنعنا حتى من آليات الاحتفال، وآليات الاحتفال يعني فهمها المخزن كيف ما بغى، يعني حرمنا حتى من ملصق باش منع الخروج في الشارع العام. هذا المنع ندينه بجميع الأشكال وبجميع اللغات وبجميع ما يخطر في البال. لذا إخواني وأخواتي سنقول كلمة نداء فاتح ماي الذي درناه في الإتحاد المحلي للعرائش. أخواتي إخواني العمال المستخدمين الموظفين عموم المواطنين والمواطنات، يخلد الإتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعرائش فاتح ماي 2020 تحت شعار لا لاستغلال الظرفية للمس بالحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية في ظل سياق اجتماعي واقتصادي يتسم بالهجوم الشرس للدولة والباترونة على مكتسبات وحقوق وحريات الجماهير الشعبية التي استغلت فيها حالة الطوارئ الصحية وجائحة كورونا 19 لسحق الأجراء والموظفين وعموم الكادحين وتعميق وضعيتهم الهشة وتفخيرهم. إن الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعرائش يجدد استمراره وصموده في الدفاع عن جميع فئات الطبقة العاملة ومطالبها المشروعة والعادلة، فإنه يدعوكم للحضور بكثافة لإحياء تظاهرة العيد الأممي للطبقة العاملة بالعرائش اليوم السبت فاتح ماي 2021 ابتداء من الساعة 11 بساحة الشهداء في الزراعة. هذه الدعوة التي كنا قلناها لجميع المواطنين، إلا أن المنع منعنا من التواصل ومن أداء واجبنا النضالي.